أول ما يفكر به مصاب تعرض لحادث مروري أو إصابة طارئة هو سيارة الإسعاف التي قد تصل لكن بعد فوات الأوان. إنه الازدحام المروري، أحد أبرز العوائق التي تواجه المسعفين للوصول إلى موقع مصاب ينتظر قدومهم بفارغ الصبر. يتجلى ذلك واضحا في شوارع المدن الكبرى كالعاصمة الروسية موسكو. عائق الازدحام المروري هذا قد يصاحبه عوائق أخرى مقصودة أو غير مقصودة. نتعرض لحالات عرقلة، لكن كثيرا ما يفسح أمامنا. قد لا يسمع السائقون نداءنا أحيانا، والبعض منهم يستغل صوت نداء الإسعاف وإفساح الطريق ليتقدم أمامنا، وبسبب تلك العراقيل أحيانا لا نستطيع الوصول إلى المصاب في الوقت المناسب، ما يؤدي لعواقب خطيرة على صحة المصاب. كل عائق أمامهم وكل دقيقة يتأخرون فيها عن هدفهم قد يترتب عليها فقدان حياة أو تدهور صحي بالغ الخطورة، فالوقت ليس في صالح المصاب عندما تكون المسألة حياة أو موت. فلاديمير تعرض لحادث مروري أثناء قيادته لدراجته النارية، كاد أن يفقد جراءه كلا ساقيه. كنت مضطرا لاستدعاء سيارة الإسعاف بنفسي لأن قائد العربة الذي تسبب في هذا الحادث لم يفعل ذلك، فقد كان يتوقع موتي جراء شدة الاصطدام واختار أن يتهرب من المسؤولية. سيارة الإسعاف تأخرت لمدة 40 دقيقة بعد طلبي لهم، على الرغم من أن الحادث وقع ليلا إلا أنهم تمكنوا من ذلك وأنقذوني. قد ندرك الوقت أحيانا، وأحيانا أخرى يتمكن الوقت من إدراكنا. بسبب الازدحام المروري وتأخر سيارة الإسعاف فقدت والدتي التي كانت تحتاج إلى إسعاف سريع لمرض خطير ألم بها، ولو وصلت سيارة الإسعاف في الوقت المناسب لتمكنوا من إنقاذ حياتها. من هنا يبدأ البحث والتفكير حول سبل ووسائل جديدة تقرب المسافة والوقت بين المصاب والمسعف، والحاجة هنا أم الاختراع. فكرة الرئيسية تقوم على استخدام الطبيب للدراجة النارية لتقديم الإسعافات الأولية، حيث أنه في هذه الحالة يمكن أن يصل إلى مكان الحادث بسرعة وبدون عراقيل. أعتقد أن إمكانية تشكيل فرق الإسعاف عبر الدراجات النارية من أجل الإسعاف الأولي هي فكرة جيدة وستكون مجدية إن طبقت. لا أعتقد أن هذه فكرة جيدة، لأن حجم الدراجة صغير ولا يمكنها أن تستوعب أجهزة ومعدات طبية أساسية لإنقاذ المصابين. على الرغم من أن البعض قد يرى في دراجة إسعاف نارية عدم الكفاءة على القيام بمهمة إنقاذ، إلا أنها وفي ظل ازدحام كهذا قد تكون قادرة على اختزال الكثير من الوقت يحتاج له هذا المصاب أو ذاك. من وسط العاصمة الروسية موسكو، إبراهيم خضرة، روسيا اليوم.